أهلا بحضراتكم في أول فقراتنا الحوارية في هذا الصباح. شفنا المعلومات اللي عرضناها منذ قليل عن مشروع النقل العملاق المونوريل ومشروع القطار السريع. الحقيقة هذه المشاريع العملاقة هتنقل مصر نقلة أخرى تماما في قطاع النقل على غرار الدول المتقدمة اللي احنا يمكن لما بنشوف مشروعات النقل عندها بنقول ليه ما يكونش عندنا في مصر مشروعات زي كده. الحقيقة توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إجراءات إسناد هذه المشاريع وبدء تسليم كراسات الشروط الخاصة بهم يوم الثلاثاء القادم بتؤكد أن الدولة بتمضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع لتحقيق نهضة تنموية لمصر في قطاع النقل والمجالات الأخرى. عندنا الحقيقة مشروعين، مشروع القطار السريع اللي بيربط بين منطقة العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، برج العرب، الإسكندرية لغاية العالمين. عندنا مشروع آخر مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع ثالث مونوريل 6 أكتوبر. هنعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا دكتور عماد الدين نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا، صباح الخير، وصباح الخير للساده المشاهدين. يعني نعرف من حضرتك هذه المشروعات عبارة عن إيه، يعني نفصلها كده علشان نعرف هي هتفيد المواطن المصري فين وفي أي مناطق في مصر. بس عشان أقرب لوجهة النظر، إحنا دايما بنبحث عن النقل الجماعي. دي هي توصيات كل الدراسات اللي اتعملت في الفترة السابقة، سواء كانت دراسات الجايكا اللي هي المعونة اليابانية أو الدراسات الداخلية اللي اتعملت من خلال مراكز البحوث، واللي بتقول إنه حل مشكلة النقل داخل عواصم المحافظات عامة هي بتتمثل في إنك تعمل مجموعة من خطوط النقل الجماعي. إحنا ممكن ظهر في الأوتوبيس أبو دورين وغيره داخل القاهرة، وده كان البداية. والنقلة النوعية أو النقلة المهمة جدا هي إن إحنا نتكلم عن القطار اللي هو بينقل أكبر حركة ممكنة وأكبر كثافة ممكنة من الركاب ما بين الأماكن المختلفة. برضو إحنا يمكن تخطيطيا عملنا أو اتعمل في مصر مجموعة من المدن الجديدة، منها الشيخ زايد وستة أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق وحاجات كتير قوي. وكل هذه المدن تعتبر يعني ما كانش فيها ما يسمى بالنقل الجماعي. النقل الجماعي النهاردة ما بين القاهرة وما بين هذه المدن هو المحور اهتمام الدولة، لأنه النهاردة حضرتك حصل تزايد في الكثافة السكانية في هذه المدن، أدى ذلك إلى أنه بعض الطرق بتتوقف في فترات الذروة، زي مثلا طريق الدايري، زي بنتكلم على محور 26 يوليو اللي بيربط ما بين ميدان لبنان والشيخ زايد 6 أكتوبر، بتوقف بفترات طويلة. وبالتالي ظهور هذه الحزمة من المشاريع هي حاجة مهمة جدا. أنواع القطارات، القطارات عندنا في القطارات عالية الكثافة وفي متوسطة الكثافة وقليلة الكثافة، اللي هي بيسموها الهاي كاباسيتي ولو وميديوم. بنتكلم على النوع الأول اللي هو بيربط بين عواصم المحافظات، زي القطار السريع اللي بيربط ما بين العالمين وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة سمر العين السخنة، ده بنسميه هاي كاباسيتي، اللي هو قطار عالي الكثافة في الركاب، وده بينقل أكبر عدد ممكن من الركاب، ونقدر نشبهه بطرق القاهرة الصعيد والقاهرة اسكندرية وغيره.
لما بنتكلم على المونوريل، المونوريل هو القطار اللي بيسير على قضيب واحد، لان احنا عندنا دايما القطر معروف انه بيمشي على قضيبين. فالقطار السريع بيمشي بالماجنتيك فيلد او بالمجال المغناطيسي على قضيب واحد، والقضيب ده بيبقى معلق على قمره واحده، يعني هتلاقي الكوبري عباره عن قمره، القمره دي معلق عليها هذا القضيب وبيسير عليها القطار مباشره بتكنولوجيا مختلفه شويه. ده بيبقى لو كاباستي، بيبقى درجه تحمل الركاب فيه اقل من النوعات الاخرى من القطارات، ويشبه كده يعني القطار بتاع المترو الانفاق المرحله الثالثه، اللي هو يعتبر يعني مش عالي الكثافه قوي، ولكن بيتم معالجه ده من خلال تقليل زمن التقاطر، بيوصل ل 90 ثانيه ما بين القطار والثاني، زياده عدد الوحدات في الرحله الواحده، عدد القطارات اللي في الوحده الواحده، وبالتالي ده بيؤدي الى ازدياد طول الارصفه بعض الشيء، وده بيساهم في نقل كميه كبيره من الركاب. المخطط ليه في هذه المشاريع انه ينقل مليون راكب يوميا. مليون راكب دول هيفرقوا يعني بطريقه ملحوظه في حاله الطرق اللي موجوده عليها القاهره في الوقت الحالي. لما نتكلم على الطريق الاول او المونوريل الاولاني، لو شفنا كده الورقه هنلاقي المونوريل الاولاني اللي هو الشيخ زايد 6 اكتوبر الجيزه. هنلاقي انه بيمر فيه 10 محطات، وهي منطقه صناعيه في 6 اكتوبر، الحصري، مسجد الحصري، محطه اكتوبر، وبعدين محطه ميدان جهينه، زايد، هايبر، طريق اسكندريه الصحراوي عند كيلو 28 تقريبا. بنتكلم على المنصوريه، طريق الدايري، وبعدين اخيرا محطه جامعه الدول العربيه. ودي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان هو بيفكر يمد للامتدادات العمرانيه اللي بعد المنطقه الصناعيه الموجوده في 6 اكتوبر. اللي عايز اقول لحضرتك ان ده مثلا بيخدم حوالي 100,000 وحده جديده، ده بالاضافه الى التجمعات القائمه. يبقى اذا احنا بنتكلم على انك انت بتفكر فيما هو قادم وفيما هو حالي، ما بفكرش فقط لانك انت تنقل او تحل المشكله اللي موجوده في الوقت الحالي. تمام. مثل المونوريل برضو، معلش، انه خفيف الوزن، وبالتالي التجهيزات البنيه التحتيه بتاعته بتبقى قليله. الكوبري بيبقى صغير، ما بيبقاش كبير، ممكن تحطه في الجزيره الوسطى لاي طريق، ممكن تحطه في الرصيف، ممكن تحطه بجوار المباني، لا يسبب اي مشاكل ان حضرتك تقدر تشتغل. زي مترو الانفاق بياخد وقت في الحفر ومحتاجه. مترو الانفاق بيبقى بيعتبر حاجز، لانك بتحط بتحجز له مساحه كبيره وغيره. لا، ده كوبري ويوضع في اي مكان، فبالتالي بيبقى سهل قوي يعني المرونه او فليكسبيليتي انك تقدر حضرتك تتحرك بيه تخطيطيا، بتبقى مرونه. وفي عناصر الامان ايضا والراحه، عناصر الامان اعلى من اي شيء، لانه اولا هو كوبري علوي لا يتقاطع اطلاقا مع اي طريق سطحي، فموضوع مثلا اللي هو مزلقان وسيمافور ويقول لك دراع ونشد ونحط وكلام من ده واشارات ضوئيه وخلافه، كل الكلام ده كله مش موجود، لانه الحقيقه لما بنتكلم على البنيه التحتيه بتاعته هي عباره عن كوبري فقط لا غير، منفصل تماما عن كل انواع الحركه المريه السطحيه الارضيه اللي موجوده، وبالتالي معدل الامان فيه بيبقى كبير. وهيكون تشغيله بالكهرباء، طاقه نظيفه. طاقه نظيفه تماما، مصادق للبيئه. المحطات بتبقى علويه، بيتم فصلها عن الحركه الارضيه، بيتم معالجه المشاه وعبورهم من مكان لاخر من خلال كباري علويه ايضا مرتبطه بالمحطات. يعني كميه التجهيزات اللي ليها علاقه بالامان والسلامه سواء للراكب اثناء الرحله او بعد نزوله. طيب. متوفره. المونوريل الاخر، العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده النهارده بنتكلم على ان هي الموقع بتاعها موقع استراتيجي، لكن هو طبعا انت عشان حضرتك تنتقل اليه في ظل برضو ارتفاع اسعار الوقود، دي اصبح مشكله خاصه بالنسبه للعامل العادي. بنتكلم على الموظف النظامي اللي هو هيسكن قريب منها او فيها، اوكي. اللي بعيد شويه ساكن في القاهره فاوتوبيسات بتنظم له، لكن لما نيجي نتكلم على العماله الاعتياديه بنتكلم ايضا على ان هو قد يحدث له يعني ان هو محتاج وسيله نقل امنه. بالاضافه الى الموقع بتاعها الاستراتيجي كعاصمه اداريه جديده، فهي لازم يتم ربطها بكافه الانشطه المحيطه داخل القاهره. فبنتكلم النهارده على ان هي طولها 52 كيلو الخط ده، بيربط العاصمه الاداريه الجديده بكافه مناحي القاهره والقاهره الجديده وغيره. وهقول لحضرتك برضو المحطات اللي موجوده، واللي هي الاستاد، محطه هشام بركات، نوري خطاب، الحي السابع وزكي الحسين في مدينه نصر، منطقه الحره، مشير طنطاوي، كايرو فيستيفال، شويفات، ده برضو في القاهره الجديده، مستشفى الجوي، حي النرجس، محمد نجيب اللي هو محور محمد نجيب، الجامعه الامريكيه، يعني بنتكلم على حاجه في شارع 90، اعمار اللي هي النافوره، البروه، الدائري الاوسط، محمد بن زايد بقى، ونخش على الدائري الاوسطي، بنتكلم على الطريق الدائري الاقليمي، فندق الماسا، حي الوزارات، وبعدين العاصمه. يعني معنى كده ان المونوريل هيعدي فوق الطريق الدائري؟ المونوريل هيرتبط بالطريق الدائري والطريق الدائري الاوسطي.
فبالتالي برضو هنا دي نقطة مهمة جدا برضو، يعني أشكر حضرتك على يعني نورتنا النقطة دي، لأنه إحنا النهاردة بندور على تكامل وسائل النقل. يعني لو في وسيلة نقل بتشتغل في الطريق الدائري أو طريق الدائري الأوسطي، هيبقى في محطة إقليمية، المحطة الإقليمية دي هتنقل الناس من وسيلة النقل البرية اللي هي بتستعمل الطرق إلى السكك الحديد تمام، عن من خلال محطة تبادلية. فدي ميزة إنك أنت بتتقاطع مع المحاور المهمة. ربطها بالطريق الدائري مهم جدا، لأنه هيربطك بكل المحافظات على طريق الدائري الإقليمي. ربطها بالطريق الدائري الأوسطي، هيربطك أيضا على كل الأماكن اللي موجودة على الطريق الدائري الأوسطي، فبالتالي بيسهل تماما تبادل الحركة ما بين وسائل النقل الجماعية المختلفة. تمام. اللي برضو عايز أقول لحضرتك بس حاجة، إن المشروع ده هيساهم في تنمية القاهرة الجديدة، هيساهم في تنمية المناطق اللي هي امتدادات القاهرة الجديدة، هيساهم في زيادة سرعة نمو العاصمة الإدارية، هينقل حركة الموظفين المترددين للعاصمة الإدارية سواء من القاهرة أو من الجيزة، هينقص في تكلفة الرحلة، لأن في الآخر دايما زي ما هو معتاد السكة الحديد أقل في التكلفة من الطرق البرية. هيوفر في الوقود وفي الناتج. يعني معنى كده أن المونوريل هتبقى تكلفة التذكرة معقولة للمواطن العادي؟ ده طبعا هتبقى بتدرس تماما أنها هتبقى تكلفة السعر السوقي المناسب والواقعي، وليس يعني مبالغ فيها ولا حاجة. تمام. وبنتكلم على أنه هو أيضا هيتصل بنهايته بالخط الثالث لمترو الأنفاق، هيتصل أيضا بالخط الرابع لمترو الأنفاق. يعني في تكامل بين كل شبكة المواصلات والطرق مع تعدد نوعياتها، لكنها كلها بتوصل لبعض بتخدم المواطن. طيب مشروع القطار السريع اللي بيربط بين العين السخنة والعالمين، يعني الحقيقة ده أيضا مشروع نتوقف عنده لأن المسافة كمان يعني طويلة جدا كبيرة. الحقيقة دايما المشاريع بتاعت القطار السريع أو القطار فائق السرعة دي مشاريع ظهرت في العالم مؤخرا، اللي هي سرعته بتتراوح ما بين 250 كيلو في الساعة و 300 كيلو في الساعة. قطارات مصر القاهرة اسكندرية مثلا أو غيره هتلاقي حضرتك سرعتها من 90 ل 100، وبالتالي ده يديك إحساس بالفرق إنك أنت هتنتقل بمرتين ونص ضعف السرعة اللي حضرتك بتستعملها حاليا في القطارات الاعتيادية. مفيش أي تقاطع سطحي، مفيش أي مزلقان، مفيش أي نوع من أنواع العوائق اللي تعيق إن القطر يتوقف أو يهدئ من سرعته أثناء الرحلة. الميزة إن هو بيوصلك من القاهرة إلى العالمين في ساعتين، بيوصلك من القاهرة لعين السخنة في نص ساعة مثلا. نتكلم على يعني هو هيبتدي من العين السخنة وهينتهي في العالمين. أنا هقول لسيادتك، هو بيبدأ الأول ب يعني لو شفنا المسار بتاعه هيبقى القاهرة الجديدة 6 أكتوبر، بيوصل ل 6 أكتوبر، من 6 أكتوبر بيتقاطع إلى الطريق طبعا مصر اسكندرية الصحراوي وغيره، بيوصل إلى مدينة برج العرب الجديدة اسكندرية، بيوصل إلى مدينة العالمين على الساحل الشمالي. لو رجعنا من القاهرة الجديدة في الناحية في الاتجاه الثاني هنلاقيه بيروح على العاصمة الإدارية الجديدة، ثم منها انطلاقا إلى اتجاه العين السخنة. العين السخنة يبقى العين السخنة على البحر الأحمر، العالمين على البحر المتوسط، يبقى هو بيربط البحرين. بحرين. دي أول لكن هدف استراتيجي. لكن هذا المشروع هيبقى يعني الفترة الزمنية اللي هيستغرقها، لأنه ده بيحتاج طبعا يبقى في شريط كحديد موجود يعني في كل المسافة دي. بص يا فندم، المونوريل هياخد من سنة ونص لسنتين سواء الخط الأول أو الخط الثاني. القطار ده زي ما حضرتك قلت لأن تجهيزات البنية التحتية بتبقى يعني أكبر شوية، هياخد حوالي 3 سنين في الإنشاء. ثلاث سنين. القطار ده لن يحتاج مسار لوحده يا دكتور، يعني بعيد طبعا عن السيارات والتقاطعات وكده، معزول تماما ولا يتقاطع معاه اي سيارات، وحتى لو في تقاطع لاي طريق في المستقبل هيبقى بكوبري او نفق، لانه مش هيسمح بيعمل المزنقلات نظرا لان سرعته كبيره جدا. 52 كيلو في الساعه دي بيسموه قطار فائق السرعه. كويس. يعني الفتره الزمنيه المسافه ما بين العين السخنه للعالمين، الرحلة تستغرق قد إيه في القطار السريع؟ هو الطول بتاع الرحلة 510 أو 520 كيلو الطول، والسرعة 250 كيلو في الساعة، فلك أن تتصور أن المسافة بين العين السخنة للعالمين في ساعتين وعشر دقايق مثلا. تمام. فبنتكلم على المسافة إذن من القاهرة للعالمين والساحل الشمالي هتبقى أقل ساعة ونص، ساعة وربع، ومن القاهرة للعين السخنة نص ساعة. تمام. فإذا احنا بنتكلم على يعني تكنولوجيا متقدمة مختلفة. معلش برضو احب انوه ان هو مش هيقف عند العين السخنة فقط، ولكن في مراحل اخرى هتمتد الى شرم الشيخ والغردقة. وبالتالي برضو هيبقى في مراعاة للبعد السياحي والتنمية اللي هترتبط ايضا بالنواحي التعدينية وغيره، علشان نقدر ننقل الناس الى سيناء
طيب الأساس. هذه مشروعات النقل العملاقة جميلة جدا، لكن بتثير تساؤل عند المواطن، تكلفتها هتبقى منين؟ هل هتبقى عبء على الدولة؟ هل هيبقى في مستثمرين يتحملوا هذه التكلفة؟ يعني دراسة الجدوى للمشروعات وازاي انها ما تكونش يعني عبء على الدولة ازاي؟ عندنا تجارب عالمية كتير جدا موجودة على مستوى دول العالم فيما يخص القطارات المكهربة. دايما لما بيكون عندك مصنع، ميناء، مطار، قطار، بيبقى الاستثمار فيه اسهل مثلا ما يكون عندك طريق، لانه بيبقى الحقيقه هو عباره عن انتيتي او معلم له واضح وليه مدخلاته ومخرجاته، فتقدر تحكم على كده. يعني طرح الكراسات للاستشاريين والتحالفات الدوليه اللي بتعمل استشارات وغيره، واللي بتحط النظم المختلفه لهذه التكنولوجيا الحديثه، وهي تجربه رائده ان احنا نستورد ده من بره، لان احنا برضه عشان نعوض فرق الزمن ما بيننا وما بين الدول اللي حوالينا، احنا محتاجين ان احنا نجيب التجربه جاهزه وعندنا وتطبق مباشره. ثم بعد كده انا اتصور انه بعد ما يتم تحديد التكلفه بدقه، وبعد ما يتم عمل دراسات الجدوى الاقتصاديه ودراسات النقل الجماعي للركاب، اتصور انه هذا المشروع سيكون ذو جدوى عظيمه جدا. ولو حصل انه شراكات ما بينك وما بين اي مستثمر عالمي متخصص في هذا المجال، لان الحقيقه في مستثمرين على مستوى العالم متخصصين في الاستثمار في مجالات السكه الحديد، انت ممكن حضرتك تستقطب مجموعه او اكثر عشان تستثمر في هذا المجال. الاستثمارات بتاعتهم ما بتعتمدش على ثمن التذكرة، هي بتعتمد على حاجات كتير جدا، منها المحطات نفسها اللي بتتحول إلى ما يشبه الترانزيت، صالات الترانزيت في المطارات، واللي بيبقى فيها مولات تجارية وكافي شوبس، وبيبقى فيها أيضا يعني احتمال يكون في حق استغلال لبعض النواحي اللي موجودة الإعلانية، بيبقى فيها أيضا أنه بيجيب شركة متخصصة في الطاقة النظيفة زي الطاقة الشمسية بتبقى تابعة له وبتستفيد. الشراكات اللي زمان اللي كانت موجودة اللي هي البي او تي، ودي أصبحت موضة قديمة، يمكن دلوقتي الحاجة الأحدث شوية اللي هي التلات بيهات، بي 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 اللي هي البابليك برايفت بارتنرشيب أو المشاركة بين القطاع العام والخاص، وهنا الحكومة بتخش أيضا بنسبة مشاركة، والمشاركة بتاعت الحكومة غالبا في مثل هذه التحالفات بتبقى ما بتقلش عن 51% عشان يبقى ليها الإيد العليا في الإدارة، إلا إنه المستثمر الأجنبي أو المصري أو الخليجي أو أي مكان بيبقى ليه 49%، وهذا جدوى اقتصادية عظيمة جدا. ومن هنا أنا بدعو من البرنامج ده طبعا بعد انتهاء الدراسات اللي مش هتاخد وقت كبير، إنه المستثمرين من دول العالم واللي بيسمعونا يتحركوا، لأنه الحقيقة هذا الخط ذو فايدة عظيمة جدا جدا، وأتصور إن هو هيتخطى حاجز المليون راكب بكثير. تمام. طيب في 10 تحالفات عالمية تم تأهيلها من 22 تحالف اتقدموا لوزارة النقل، المفروض ان هذه التحالفات هتقدم عطاءاتها الفنية والمالية والتمويلية. نعرف بقى من حضرتك يعني ازاي هذه المشروعات بتفتح طريق لمزيد من الشركات العالمية لتنفيذ مثل هذه المشروعات في مصر، اختيار التحالفات اللي هتنفذ هذه المشروعات والأفضلية ما بينها هيعتمد على اي معايير؟ اولا هو يعني انا طبعا مش عضو في هذه اللجنه اللي بتشارك هذا الكلام، ولكن خليني اقول لحضرتك ان انا متصور انه التحالفات الدوليه عامه هي مناقصه، والمناقصه بتبقى محدوده بين الناس ذوي الخبره، فالتحالفات اللي بتتقدم بيتم تقييمها سواء من الناحيه الفنيه او من القدره الماليه، لان النهارده انت بتتكلم على هل في حد فيهم بيقدم قروض لتمويل الدراسات، هل في ايضا اي وسائل مساعده للحكومه المصريه في خلال مرحله الدراسات الموجوده، مدى قوتها، مدى انتشار مشاريعها المشابهه في العالم، ومدى نجاح المشاريع اللي موجوده في دول العالم المشابهه للمشروع المصري. دي نقطه مهمه جدا في اختيار التحالفات. العشر تحالفات اللي تم اختيارهم انا اتصور هم يعني من اسماء رنانه جدا على مستوى العالم، ومن خلال يعني معرفتنا بيهم فهم يعتبروا في الانجينير ريكورد او في يعني اللي هو اللي بيسموها الريكورد الهندسي يعني، والمتخصص في هذا المجال هم تقريبا بيحتلوا راس القائمه يعني، اللي هم اهم 10 12 شركه موجودين على مستوى العالم كله. تمام. متخصصين في هذا المجال. طيب يعني ايضا هذه المشروعات هتخدم حركه التجاره، يعني مش بس نقل الافراد لكن نقل البضائع ايضا. طبعا، لان احنا بنربط ما بين المواني. النهارده احنا بنتكلم على ان في ميناء الضبعه اللي مزمع انشائها، دمياط على الساحل الشمالي، بنتكلم على ميناء الدخيله في اسكندريه وميناء اسكندريه، وبنتكلم على ربطها بمجموعه مواني البحر الاحمر والعين السخنه اللي هي طبعا تعتبر دلوقتي فيها نهضه تنمويه مهمه جدا. نعم. فالربط ما بين مواني البحر الاحمر والبحر المتوسط بما يحمله هذا من معاني كثيره، سواء نقل تجاري او غيره، دي تعتبر خطوه غير مسبوقه، لان مصر محتاجه ده،
ولحد دلوقتي ده ناقص تخطيطيا وبدأنا نعمله. تمام، بنشكرك دكتور عماد الدين نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي جامعة القاهرة، شكرا لحضرتك. أشكر حضرتك. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، وقفة مع أخبار مصر والعالم في موجز أهم الأنباء مع نجلاء كامل.